في أوائل عام 1943 كانت الفنانة تحية كاريوكا بتأدي نمرتها في أحد الكازينوهات، وفجأة وعلى غير انتظار دخل الصالة جلالة الملك فاروق ملك مصر السابق، وكان معاه ناس من الحاشية الملكية مالوا الصالة، وقعد الملك يتابع النمرة ويبدي إعجابه برأس تحية. لكن الفنانة الكبيرة بعد ما خلصت نمرتها راحت للملك فاروق على ترابيزته وقالت له: مكانك مش هنا يا جلالة الملك، أمال اللي يقعد في القصر مين؟ يا ترى كان إيه رد فعل الملك فاروق بعد الموقف المحرج ده؟ تابع معنا الحلقة دي من حكايات فنية وانت تعرف. اشتهرت الفنانة تحية كاريوكا بالجراءة في الكلام، واللي بسببها تعرضت لكتير من المشاكل في حياتها، وصلت لحد السجن. بالبلدي كده ما كانش بيعجبها الحال المايل، وما بتتكسفش انها تقول رأيها مهما كان اللي قدامها. بيحكي الناقد الفني طارق الشناوي عن لسانها انها مرة طلب منها الفنان محمد عبد الوهاب انها تغني من ألحان أغنية قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى ضمن أحداث فيلم، فرفضت وقالت انها مش بتغني إلا من ألحان محمود الشريف وبس. وتضايق طبعا عبد الوهاب جدا، واسند الاغنيه لسعاد مكاوي واللي اصبحت بعد كده من اشهر اغانيها. ولما بيسالوا تحيه عن الموقف ده رغم انها غنت مع فريد الاطرش ومحمد فوزي بعد كده، قالت: لا معلش، اصلا انا عشريه قوي، الشريف وفريد الاطرش ومحمد فوزي كنا بنغني سوا لما كنا شغالين عند بديعه، دول عشره عمر، ما اقدرش اقول لهم لا، لكن عبد الوهاب مش صاحبي وانا مش مغنيه اصلا، والامور دي ما بتمشيش الا بالصداقه. وفي الموقف الشهير مع الملك فاروق، وبعد ما قالت له كلمة ما حدش يتوقعها أساسا، ما كان من الملك إلا إنه ما وجهش لها أي كلمة، وانسحب في هدوء من المكان ووراه الحشية بتاعته وسط ذهول الحاضرين. ما حدش كان يتوقع أساسا الموقف أو عارف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. ولما مدير الصالة راح لها وفهمها إن اللي هي عملته ده غلط كبير، رفضت إنها تسمع منه وسابت المكان ومشيت بكبرياء. ولكن بعدها حست الفنانة تحية بشيء من التحفظ معاها من جميع الفنادق والصالات اللي كانوا بيتسابقوا قبل كده علشان يستضيفوها وبأعلى سعر في الوقت ده، وكأن في اتفاق غير معلن بمنع التعامل معاها. وراحت لسليمان بيه نجيب تسأله بحكم صداقته لكتير من البشوات والوزراء اللي كان ليهم علاقة بالسرايا، علشان بس يأكد لها الخبر أو ينفيه. وطلب سليمان بيه فرصة علشان يعمل اتصالاته، لكن القدر كان أسرع منهم هما الاثنين. في يوم 15 نوفمبر ومن نفس السنة حصلت حادث القصاصين، والأجيال الجديدة اللي ما تعرفش إيه هي حادثة القصاصين، كان الملك فاروق سايق عربيته بمرسيدس واللي كان أهداها له الزعيم النازي هتلر، وراجع من رحلة صيد على طريق جنب ترعة الإسماعيلية، وفجأة ظهر قدامه عربية نقل جنود إنجليزية كانت داخلة المعسكر بتاعهم. ولأن جلالة الملك كان سايق عربيته بسرعة كبيرة، فمعرفش يتفادى الاصطدام بالعربية، مما أدى إلى كسور خطيرة في أماكن كتير من جسمه. وطبعا ودوه المستشفى العسكري، وبعتوا جابوا الدكتور علي إبراهيم باشا الطبيب الخاص للملك فاروق بالطيارة من القاهرة. وشافت تحية إن ربنا بعت لها الموقف ده لغاية عندها علشان تصلح علاقتها بالسرايا، فراحت مع وفد من نقابة السينمائيين لزيارة الملك في المستشفى، وهناك بحست بحسن استقبال غير عادي، وكأن الملك نسي الموضوع القديم تماما. وبعدها وفي نفس الأسبوع زارها في البيت المطرب محمد الكحلاوي، وطلب منها إنها تشاركه في فيلم طاقية الإخفاء للمخرج نيازي مصطفى. وبعدها انهالت عليها العروض السينمائية وقدمت أفلام كتير شهرتها كممثلة أكتر منها كراقصة. كمان اشتهرت تحية كاريوكا بمواقفها الوطنية العديدة، مثلا في حادثة مقتل أمين عثمان باشا في يناير عام 1946، واللي كان متهم فيها الرئيس الراحل أنور السادات وآخرين، أخذتهم تحية كاريوكا في مزرعة بتاعت واحد قريبها بعيد عن القاهرة وخبتهم لأكتر من شهرين. وبيفكرها الرئيس السادات بالموقف ده في أحد لقاءاته بالفنانين، وبيقول لها: لولا الست تحية يمكن ما كنتش أبقى قاعد معاكم. وسنة 1951 ألغت حكومة مصر معاهدة سنة 36، وبعدها راح جماعة من الفدائيين على منطقة القنال يقوموا بعمليات ضد معسكرات الجيش الإنجليزي، وساعدتهم الفنانة تحية كاريوكا أكتر من مرة، وخبت السلاح في عربيتها الخاصة وكانت بتعدي بيه من نقطة التفتيش بحكم شهرتها كفنانة، وبتدخل تقابل الفدائيين جوه الإسماعيلية والسويس. وبعد الثورة تزوجت الفنانة تحية من أحد الضباط بالجيش المصري، وكان اسمه مصطفى كمال صدقي، وكان قبل الثورة عضو في الحرس الحديدي ومعروف بولائه للملك. سنة 1954 تم القبض عليها مع جوزها وتوجيه لهم تهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وكانت واحدة من أشهر القضايا أيامها اللي تناولتها وسائل الإعلام،
وبعد التحقيقات تم الإفراج عن تحية فعلا، لكن بعد ما قضت في السجن فترة أكتر من 3 شهور. في عام 1956 وقام العدوان الثلاثي، تزعمت الفنانة تحية كاريوكا حركة جمع التبرعات لصالح المجهود الحربي، وبدأت بنفسها وتبرعت بكل مجوهراتها. ولما وصل الموضوع ده للرئيس عبد الناصر في لقاء خاص مع الفنانين، سلم عليها بحرارة وقال لها انت ست بألف راجل يا تحية. وفي نفس العام 1956 كانت الفنانة تحية كاريوكا ضيفة مهرجان كان السينمائي الدولي، وفي إشاعة انتشرت في الوسط الفني أيامها إنها اشتبكت مع الفنانة ريتا هاورث بسبب نقاش على القضية الفلسطينية. ولكن لما سألوا الفنانة تحية عن الموقف ده قالت إنه ما حصلش طبعا، لأنها طلعت تمثل بلدها أولا وأخيرا، وقالت بالحرف هي ريتا هاورث تستاهل ضرب الجزمة آه، لكن أنا ما ضربتهاش. وفي عام 1987 انضمت الفنانة تحية كاريوكا لحركة اعتصام الفنانين اعتراضا على القانون 103 الخاص بالنقابة، ورغم سنها في الوقت ده والأمراض اللي كانت بتعاني منها، لكنها أضربت عن الطعام واعتصمت في مقر النقابة لفترة، لغاية ما تدخل في الموضوع الرئيس السابق مبارك واتصل بيها تليفونيا وقال لها بالنص لازم تاكل يا ست تحية، انت عايز الناس تقول تحية كانت بتاكل في عهد فاروق وعبد الناصر والسادات وماتت من الجوع في عهد مبارك؟ وتم رفض القانون في النهاية وتفضل اعتصام. حكايات ومواقف كتير من حياة فنان أو فنانة أو من كواليس فيلم قلناها وهنقولها لكم تباعا على قناة غاوي سينما. انتظرونا صباح كل يوم حد مع برنامج الفن السابع، وتعرف عن قرب عن أفلام شفناها وحبناها هنشوفها لكن بنظرة تانية. وصباح كل يوم خميس مع برنامج بورتريه، وتعرف عن قرب عن فنان أو فنانة. وفي أي يوم تاني من أيام الأسبوع مع حكايات فنية ولقطة من حياة فنان أو كواليس فيلم. ياريت لو تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشاره عندك لأصحابك لو عجبك قوي، يمكن يعجب حد فيهم هم كمان. ولو بتشوفنا لأول مرة ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل التنبيهات من الجرس علشان تتابع كل فيديوهاتنا. اكتبولنا على أراءكم ومقترحاتكم في الكومنتات أو على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتلاقوها في الديسكريبشن تحت الفيديو. ولو عايز تشوف فيديوهات تانية قبل كده استنى الشاشة اللي جاية. شكراً.